شكرا. هذا التحرك تعطل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني، انضمت إليه الأحزاب الأخرى. مرحب به بجميع التونسيين المساندين للحق الفلسطيني، للحق الفلسطيني الإنساني. الشهداء يتساقطون، عشرات الشهداء يتساقطون في غزة. لهذا اجتمعنا اليوم، اجتمعنا لتأكيد قرارنا السابق بمقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية، وهذا الالتزام ما زال متواصل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. اجتمعنا من أجل دعم والدعوة إلى المصادقة على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذه الدعوة ما زالت متواصلة. ومعاداتنا متواصلة مع الكيان الصهيوني. لحظة، مع الكيان الصهيوني. هذا التحرك تحرك نوعي نشكر فيه الجميع. ما زالت هناك تحركات أخرى، وأنا أدعو إلى أن تنتقل هذه التحركات إلى الشارع، إلى شارع الحبيب بورقيبة، إلى كل شوارع العاصمة. لا يجب أن نكون منعزلين على الشعب، يجب أن يكون التضامن مع الفلسطينيين، التضامن مع الحق الفلسطيني هو لكل التونسيين وليس لبعض ممثلي المنظمات والأحزاب. مع احترامي لكل الحاضرين وأجدد شكري وتقديري لهم، لن أطيل في هذه الكلمة. نواصل هذا اليوم إلى حدود الساعة السابعة مع الحمائم البيض ومع الكرات الموسيقية الأخرى، وهناك ستكون كلمات متتابعة للجهات المنظمة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. نترككم الآن مع مجموعة البحث الموسيقي. شكرا للجميع.